ومن بغداد ينضم إلينا نجم القصاب المحلل السياسي. سيد نجم، يعني فيما يتعلق بالمجاري المائية بين بغداد وأنقرة، ما هي المرجعية القانونية التي تنظم التعاون بين الدولتين في هذا المجال؟ تحية لك. نعم، على ما يبدو تحاول تركيا استخدام ورقة المياه بين فترة وأخرى للضغط على الحكومة العراقية من أجل الحصول والوصول إلى تفاهمات وإلى بعض المفاهيم التي تحاول الحصول على النفط أقل كلفة مما يبيع العراق، وكذلك على استثمارات داخل الأراضي العراقية، وكذلك على المشهد السياسي هي قضية كركوك، وهذه المدينة التي كانت وما زالت تركيا تطمح إليها. الأمر الثاني، هناك اتفاقيات منذ السبعينات والستينات بين الحكومتين التركية والعراقية من أجل الحفاظ على تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. الأمر الثاني، اليوم وصول الممثل الخاص للرئيس التركي فيصل أوغلو الذي معه نواب من مجلس النواب التركي، واجتمعوا والتقوا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، رغم هناك تفاهمات وانسجامات بين الخط الأول في وزارة الموارد المائية بعد وصول السيد جمال عادلي بالتفاهم مع الوكيل الأقدم ومدير العام للتخطيط والمتابعة. استطاعت هذه الوزارة وبتساقط الأمطار في فصل الشتاء الماضي، العراق لا يحتاج إلى هذه المياه لمدة سنتين، وبالتالي تركيا استشعرت بالخطر بعد العزلة السياسية والاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة أن تأتي وترسل بهذا الوفد لأجل إنشاء حقيقة شركات استثمارية بين بغداد وأنقرة، وكذلك إنشاء مركز للبحوث مقره في بغداد. والأمر الثالث والمهم للتفاهم من أجل زرع وجعل مشاتل لزرع شتلات في الغابات. يعني أفهم من هذا الكلام سيد نجم، أفهم من هذا الكلام أنه هناك توافق تركي عراقي على يشبه الموافقة، موافقة بغداد على بناء هذا السد من خلال هذه التفاهمات التي أشرت إليها؟ نعم، كان هناك اعتراض حقيقي في السنوات والحكومات الماضية، لكن اليوم بغداد قد تفاهمت، وخصوصا بوصول هذا الوفد التركي من أجل الوصول إلى ثلاث تفاهمات، هو إنشاء مركز بحوث وكذلك جعل مشاتل لزراعة الشتلات التي تلائم للمناخ العراقي، وكذلك الأهم إنشاء شركات متبادلة خصوص الزراعة والمياه وكل ما موجود هنا في بغداد وفي تركيا. أنا أعتقد تركيا خضعت وركعت إلى بغداد لأنها استشعرت بانهيار العملة التركية أمام العملات الأخرى، وانهيار الاقتصاد التركي لم يكن أمامها إلا الذهاب إلى بغداد من أجل التفاهم والانسجام. ماذا يجري في سد أليسو وماذا يتطلق من مياه ومناسيب المياه إلى نهر دجلة وكذلك إلى نهر الفرات؟ نعم، نجم القصاب المحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لكم.